مساء الخير لكل الساده المشاهدين في مصر وخارج مصر. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الشيف حسن اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه. زي ما عودناكم تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38 55 0017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. تعالوا امبارح نشوف احنا عملنا ايه. عملنا كيكه الشوكولاته بصوص الكراميل وصوص الشوكولاته مع بعض، وفي نفس الوقت عملنا ليزي كيك وجلسناها. تقدري تعمليها مربعه، تقدري تعمليها اسطواني، تقدري تعمليها مثلث وتجمديها وتقطعيها بعد ما تجلسيها تقطعيها. وفي نفس الوقت عملنا المأمونيه بالقشطه وعملنا بودنج الشوكولا وعملنا كمان بودنج الموز مع صوص الكراميل بالموز بتاعنا. النهارده تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعرف المنيو بتاعنا عباره عن ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، المنيو بتاعنا بيقول لك هنعمل اول حاجه المغربيه. تقدري تستعملي مغربيه حبوب هنعملها بالفراخ، تقدري تستعملي مغربيه حبوب او تجيبي برغل وتفلفليه. وهنعمل كمان الرز البخاري بتفاصيله وحركاته وتكاته، وهنعمل كمان بطاطس اصابع تعمليها ستيكس طويل كده زي الباتونسلي وتقدميها لاولادك مع ديبنج صوص. وبعد كده هنعمل كفته بالطحينه بصوص الطحينه، هنعملها صينيه كفته وندخلها الفرن وبعد كده نسقيها بصوص الطحينه. وبعد كده هنعمل مكرونه بالخضار، وهنعمل كمان السلطه بتاعتنا التبوله مع بعض بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. تعالوا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نعمل بخاري بجيب لحمة ماعز، بجيب نص كيلو، ربع كيلو، تلات ارباع كيلو، كيلو حسب افراد اسرتي. الرز البخاري بتاعي لازم اجيب لحمة ماعز. احط مية سخنة بتغلي على النار، احط فيها بصلاية، مية سخنة على النار احط فيها بصلاية، احط فيها عود قرفة، ورق لورو، وحبهان، وفلفل حصى. كل ده يغلي مع بعض على النار، يغلي مع بعض على النار والريحة تطلع عليا. اروح جايه واخده اللحمه بتاعت الماعز بتاعتي، اروح جايه من الفخاد، لحمه ماعز من الفخاد، خدي بالك اهو، واسلقها يا جمالك. وعلى ما تتسلق اروح اشوف اعمل المغربيه ازاي. ارفع هنا النار وانقلها على نار اعلى. تفاصيلك كده. يبقى انا علقت على اللحمه بتاعت الرز البخاري، حطيت ميه سخنه بتغلي على النار، حطيت فيها بصلايه، وحطيت فيها قرفه خشب، وحطيت ورق لورو، وحطيت فيها حبهان وفلفل حصى، واسيبها تستوي لمده 45 دقيقه. على ما ارجع لها هبدا اركب الرز بتاع الرز البخاري. عندي رز بسمتي هشطفه، رز بسمتي هشطفه زي ما انت شايف كده، رز بسمتي هشطفه. وبعد كده عندي جزر اقطعه رفيع خالص مع زيت مع بهاراتها، وبعد كده هحمص لها مكسرات لوز او بندق ومع شويه زبيب منقوعين. تمام. تعالى بقى هنا اهو نشوف هنعمل المغربيه ازاي. عندي صدرين من الفراخ اشيل منهم الجلد، صدرين من الفراخ اشطفهم كويس وانضفهم واشيل منهم الجلد، وعندي اربع وراك زي ما انت شايفه بدون جلد. عشان اعمل ايه يا عم حسن؟ عشان اعمل مغربيه بحط عندي الزيت عندي يقدح، وبحط فيه عود قرفه وورقه لورو احمصها كده، وبعد كده اروح جايبه صدور الفراخ اللي انا منضفاها وشايله منها الجلد بتاعها، وفي نفس الوقت اجيب كمان اديها صدمه واحمصها كده. وانا بحمصها بالشكل ده كده قدامك اهو، اشغل جهز الميه السخنه بتاعتي. خطواتك كده كلها قدامك اهو. وايه تاني يا عم حسن؟ بعد الصدرين عندي وراك، تقدري تعملي فرخه كامله، تقدري تعملي فرخه كامله. حمصيها كويس، اديها التشوك بتاعك اهو، خطواتك وحركاتك وتكاتك وتفاصيلك قدامك اهو. وعودين زعتر طازه كده جواهم عشان تظبطي الدنيا وتروقي الدنيا عندي. تعالي بقى اقفلي المسام كويس. اول حاجه اقلبي الصدرين كده، بدأت تغير شكلها تفاصيلك كده. وبعد كده اقلبي ده برضو. تقدري تعملي فرخة كاملة، تعملي الوراك لوحدها، تعملي الصدور لوحدها زي ما انت عايز. خطواتك كده كلها قدامك. وبعد كده يا عم حسن تمام، اروح جايبة بصلاية صغيرة ناعمة، بصلاية صغيرة ناعمة بس كده، واروح مدياها شوية ملح وشوية من الفلفل الأبيض. يبقى بصلاية وشوية ملح وشوية فلفل أبيض، تفاصيلك قدامك اهو. وهنا اللحمة بتاعت الماعز اللي هي من فخاد الماعز هتستوي في مية سخنة بتغلي، فيها بصل وفيها قرفة ورق لورو وحبهان
وشويه من الفلفل الحصى لمده 45 دقيقه. هنا زي ما انت شايف حطيت البصل وحطيت الملح والفلفل الابيض بالشكل ده وغيرت شكلها كده. اروح جايه بقى التركه المهمه، جايبه ميه سخنه بتغلي عشان اسلقها. واتفقنا المغربيه تقدري قدامك وميه سخنه بتغلي يا تفاصيلك تاخد غلوه وتشيل الريم لو في ريم. الريم الناتج ايه؟ ان هي مش متنظفه، لكن لو متنظفه كويس مش هتطلع ريم. خدي بالك من التفاصيل اهو، واحده واحده كده مع بعض. يا استاذه ايات صباح الفل، وصباح كل الشبراويه الحلوين. ربنا يبارك لك، ازاي حضرتك؟ بون والحمد لله بنفس حضراتكم جميعا. والله احنا بنحب حضرتك جدا جدا جدا. ده شرف ليا يا هانم. تسلم لي، ربنا يخليك. لو سمحت كنت عايزه اعرف طريقه البيتزا. البيتزا البيتي ولا البيتزا الايطالي؟ لا الايطالي. حاضر، من عندي قبل العندي. تحت امرك يا عروستنا يا جميل، صباح الفل وصباح الرضا وصباح القشط. اتفقنا حضرتك، بعد ما يغلي عندي الفراخ بتاعتي بتاع المغربيه حضرتك هتعملي ايه؟ حضرتك لازم تكوني متاكده ان الميه هتعمل ريم لو انت مش منظفه، لكن لو انت منظفه خلاص مفيش اي مشكله. يعني لو انت منظفه مفيش اي مشكله، خطواتك كده كلها قدامك اهو. وبعد كده ثبت الحراره، لو انت لقيتي فيها ريم بعد الغليان شيليه من فوق، لكن انت لو منظفه الفرخه او الوراك او الصدور كويس قوي لا يمكن هيبقى فيه ريم، لكن لو انت لقيتي فيه ريم لازم تشيليه. يا استاذه فاطمه صباح الفل وصباح الرضا. صباح النور يا شيف حسن، يا منور الدنيا كلها. نهارك قشطه يا استاذه فاطمه. نهارك انت اللي زي العسل يا شيف حسن، بصراحه مش مخلينا محتاجين اي حاجه. صباح الرضا وصباح الامل. كل حاجه حضرتك بتعملها لنا بصراحه. نهارك قشطه يا هاني، وانا تحت امركم. الله يخليك يا شيف حسن، بنتي عايزه اتكلم حضرتك. اسمها ايه؟ ياسمين. يا ياسمين صباح الفل يا ياسمين. تسنيم يا شيف حسن، انت لسه ما حفظتهاش؟ تسنيم. تسنيم صباح الفل يا تسنيم يا غالية. الله. صباح الفل يا تسنيم، نهارك قشطة. الله. يا عاملة ايه انت؟ وحشاني يا تسنيم، ربنا يخليكي لبابا وماما. ربنا يخليكي لبابا وماما ويخليكي ليا يا تسنيم. زي ما انت شايف اللحمة بتاعت الماعز بدأت تغلي وتستوي قدامك اهي، دي بتاعت الرز البخاري. قدامك عشان ما تتوهيش، ده بتاع الرز البخاري. اما الفراخ دي بتاع المغربيه. قدامك اهي بدات تستوي معايا واحده واحده كده مع بعض. على ما تخش في السوى الفراخ تعالى نشوف هنعمل ايه. بجيب البصل القورمة بتاعي الصغير، بص البصل القورمة الصغير قدامك اهو. بصل قورمة صغير. او ما لقيتيش بصل صغير قورمة، عندك بصل قورمة صغير، او تقطع البصل الكبير كده شنك قطع كبيره كده. يعني تجيبي بصل قورمة أو قطع من البصل شانك قطع كبيرة كده. تقدى حلو زيت، خدي بالك من التفاصيل أهو. تقدى حلو زيت، بعد ما تقدى حلو الزيت هنعمل إيه يا عم حسن؟ أروح واخدة البصل القورمة بتاعتي أحمصه وياخد اللون الذهبي في معلقتين زيت، خد بالك أهو قدامك أهو. يعني تجيبي بصل قورمة أو تجيبي زي ما أنت شايف كده قدامك بصل كبير وتقطعيه قطع كبيرة كده. عشان تستمتعي بيها في المغربيه ما تجري فيها. واتفقنا تقدري تستعملي تقدري تعملي البرجر الخشن ده مكان المغربيه، بس لازم تفلفليه او تعملي المغربيه القطع الاستراليه. يا عم اشرف صباح الفل وكل مساء الفل وكل استراليا. كله بون يا شيف حسن. كله بون يا عم اشرف، ازاي صحتك يا حبيبي وكل اللي عندك؟ يا شيف حسن كل يوم بعمل أكثر من 300 محاولة عشان أكلمك. إحنا آسفين يا عم أشرف، آسفين آسفين يا غالي. ربنا وحشنا أنت ومدام وكل الطاقم اللي عندكم وحشنا. وأنت أكتر يا عم أشرف، وأنت وحشنا يا حبيبي، ربنا يخليك يا أشرف. ربنا يخليك يا حبيبي. مع الزمالك عشان خاطر أحمد الزمالك وخاف. مش أنت خوفته آخر مكالمة، أنت خوفته، بس ربنا كرمهم الحمد لله. يا ربنا كان السوبر ده عشان خاطر احمد مش عشان خاطر الزمالك. يا مسهل يا رب. انت وحشنا يا شيخ حسن. صباح الفل يا عم اشرف. ربنا جميلة. ربنا يكرمك يا اشرف، ربنا يكرمك يا حبيبي. صباح الفل يا غالي ونهارك قشطه ان شاء الله. تأمرني بحاجه يا اشرف؟ ساعة
سلمنا على كل عندك يا حبيبي وترجع بالسلامه لبلدك. يبقى اللحمه هنا بتاعت الماعز، الفخة الماعز بنسلقها عشان الرز البخاري، اما صدور الفراخ ووراك الفراخ بنسلقها عشان ايه؟ المغربيه. اتفقنا المغربيه تقدري تستعملي البرجر الخشن بس تفلفليه، او تستقدري الحبيبات الايه المغربيه اللي بتتباع في السوبر ماركت زي ما انت عايز. اهم حاجه زي ما انت شايف البصل بتاعك تدبله خالص ياخد اللون، ما تستعجلش عليه. اول عندي هنا اول الفراخ بتاعتي بتاع المغربيه ما تخش في السوى كده يا عم ياسر، تخش في السوى بجيب كوبايتين من الحمص انقعه لمده 12 ساعه واصفيه وادخل الحمص يستوي مع الفراخ. كوبايتين من الحمص انقيه، وبعد ما انقيه انقعه لمده 12 ساعه، انقعه لمده 12 ساعه واصفيه واضيفه على الشوربه. تمام، قدامك اهو التفاصيل والحركات والتكات. يا ام صفاء صباح الفل وكل الاليوبيه حبايبنا الحلوين، عامل ايه؟ نهارك قشطه ام صفاء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا غالي. احنا المحمود ابني كده بعيد مزه عيد ميلاده، اديني احلى تحيه يا محمود. ماما بتقول لك كل سنه وانت طيب. وموده بنت نوره، واحلى تحيه كمان لموده بنت نوره. عايزه حضرتك بقى تقولي على صينيه كنافه حلوه كده اعملها له. من العندي قبل العندي، ربنا يخليكي ليه ويخليكي ليه. واحلى تحيه لحضرتك وكل الاليوبيه يا حاجه، تحت امرك. يبقى البصل او ارمى وصل كبير هنحمصه في زيت كويس قوي ياخد اللون الذهبي، وبعد كده نزله على الشوربه اللي فيها الفراخ. وفيها طبعا ما تنسيش بعد ما نقعنا الحمص لمده 12 ساعه، بعد ما شطفناه ونقناه نقعناه لمده 12 ساعه، وفي نفس الوقت حطيت الحمص يستوي مع الفراخ. تقدري تعملي فرخه سليمه بعد ما تنضفيها كويس، او تعملي صدور مع وراك، او تعملي فرخه سليمه زي ما انت عايز. اعملي التكنيك بحركاته وتكاته، وبعد كده هنفلفل الايه البرغل بتاعي في معلقتين زيت وشويه ملح وشويه فلفل ابيض مع كوبايه من شوربه الفراخ دي، وهضيفهم عليه عشان نعمل احلى تريكات واحلى حركات. كل التفاصيل قدامك، هو البرغل خشن او حبيبات المغربيه. زي ما انت شايف كده قدامك البصل بتاعك حمصه كويس. يا استاذه هبه صباح الفل. صباح الخير يا سيف حسن. نهارك قشطه وكل الشرق وحبايبنا الحلوين. نهارك انت اللي عسل يا سيف حسن، ازي حضرتك عامل ايه؟ كله بون يا استاذتنا يا غاليه. احمد ابني عايز يكلمك يا شيخ. معلش. صباح الفل يا عم احمد. الو ازيك يا شيخ؟ صباح الفل يا حماده، نهارك قشطه يا احمد. عامل ايه؟ نهارك فل علينا والله يا شيخ. نهارك قشطه يا احمد، اخبارك ايه يا حبيبي؟ انت مأجز ولا ايه؟ يا جمال على الحاجات اللي انت بتعملها دي. يا حركات وتكات، اقف مع ماما وساعدها يا احمد. ممكن اطلب منك طلب بس؟ اتفضل يا احمد. عاوز بيتزا ايطالي. احلى بيتزا ايطالي يا نانسي لاحمد والنبي، تحت امرك يا حبيبي. تحت امرك يا احمد، حاجة تانية يا حبيبي؟ تحت امرك. يبقى عندي الفراخ بتخش في السوى، وعندي كمان اللحمه بتخش بتاع الماعز بتاع الفخاب بتاع الماعز بتخش في السوى، والريحه طالعه عليا بكل تفاصيلها وحركاتها وتكاتها. احتاري واختاري. بعد ما تستوي اللحمه هركب على الرز البخاري، وبعد ما تستوي الفراخ هركب على المغربيه. خدي بالك الخطوات عشان ما تتوهيش، انا بعمل ده للرز البخاري وبعمل ده عشان المغربيه، خطواتك كده كلها قدامي. فبركب لك الصنفين عشان تحتاري وتختاري، تعملي رز بخاري بلحم ماعز من الفاخد، او تعملي مغربيه بصدور فراخ او راك فراخ او فرق او فرخه سليمه زي ما انت عايز. اهم حاجه حمصي البصل كويس كده زي ما انت شايف في الماده الدهنيه. واول الفراخ بتاعتي ما تخش في السوى، تعال اما تبلها بقى، تعال اما اشوف هنتبل ايه يا عمي. شويه ملح، شويه فلفل، شويه بهار، شويه كراويه، وشويه قرفه، وياخدوا يدوا مع بعض بعد ما يخش في السوى. بهاراتك قدامك اهو وحركاتك وتكاتك، والكراويه مع القرفه بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها، والريحه ماليه البيت بالدفء والحنان والجمال كده قدامك يا جمالك. كل التفاصيل، ريحه الكراويه مع القرفه بتقول لك يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك. تمام كده. تاخد غلوتين كمان البصل ده يكون اتحمص كويس، اللي هو تقدري تحط شنك قطع كبيره او بصل او قرمه صغير زي ما انت عايز. حمصيه كويس قوي في الزيت زي ما انت شايف كده قدامك، وبعد كده هنضيفه على الخليط عندي. يا عم احمد صباح الفل وكل الدقهلاويه وعلى حدود الدقهليه دمياط. يا شيخ والله انا صباح الفل يا غالي، نهارك قشطة يا أحمد، حاول تتصل بينا يا حبيبي. صباح الفل يا حبيب قلبي، حاول تتصل، التليفون فيه مشكلة من عندك.
واحنا شغالين كده هفلفل الايه؟ البرجل. بجيب البرجل الخشن بتاعي، بدي له معلقتين زيت، شويه ملح، شويه فلفل ابيض، وكبشه وكوبايه من شوربه الفراخ عشان افلفله قبل ما اضيفه على الخليط بتاعي. بس اتاكد الاول ان البصل بتاعي زي ما انت شايف كده قدامك بدا يغير لونه. يا عم ابراهيم صباح الفل وكل الشراوه حبايبنا. يا صباح الرضا على الشيف الممتاز الراجل اللي مالوش مثيل. ربنا يخليك يا حاج ابراهيم. صباح الفل يا حاج ابراهيم. ازاي احوال سعادتك؟ انت ازاي صحتك وازاي الاولاد؟ ادعي لي والنبي بالشفاء يا عم. امين يا رب، ربنا يشفيك ويشفي كل مرضانا يا رب العالمين يا رب. خليك يا حبيبي. تحت امرك يا حاج ابراهيم. والنبي ابعت تهنئه للاستاذ ادم ابن بنتي. احلى تحيه من ادم من جدك الحاج ابراهيم يا ادم، ومن برنامج اكلات وتكاتشف حسن على قناه الحياه. وايه تاني يا حاج ابراهيم؟ انا بشوفك نفسيتي بترتاح. ربنا يديك الصحه والعافيه ويخليكوا دايما معانا على الهوا كده على طول. لان انت انسان يعني بصراحه الخلق والادب والاحترام كله. ربنا يخليك يا حاج ابراهيم، ده من ذوق حضرتك يا حاج ابراهيم. الله يكرمك يا حبيبي. امين يا رب. احلى تحيه ليك وربنا يشفيك يا حاج ابراهيم. صباح الفل يا غالي وكل بالبيس وكل الشراقه وحبايبنا الحلوين يا حاج ابراهيم. زي ما انت شايف كده معلق على اللحمه بتاع الماعز او لحمه ضاني عشان اعمل بيها الرز البخاري، ومعلق على صدور الفراخ وراك الفراخ مع الحمص عشان اعمل بيها المغربيه. البصل عندي دبل كده خالص قدامك اهو زي ما انت شايف في الزيت، اروح جايبه هنا اهو بعد ما بهرت الخليط ده، واخد البصل ده كده ضيفاه هنا. بص التفاصيل يا تفاصيلك يا حركاتك، كل البصل قدامك اهو عشان تستمتع باحلى شويه مغربيه في الدنيا. تمام زي الفل. اروح جايه محوراهم مع بعض، كل ده يخش في السوى. يا يمنى صباح الفل وكل الشراقه وحبايبنا يا يمنى. هو حضرتك بالصحه والسلامه. نهارك قشطه يا استاذه يمنى. ازيك يا شيخ حسن؟ صباح الفل يا غاليه. ربنا يخليك، انا من زمان بسمع حضرتك وبعمل كل الحاجات اللي حضرتك بتقولها. ده شرف لينا يا استاذه، ده شرف لينا يا فندم. ربنا يخليك، ربنا يخليك. انا والله نفسي في حاجه. امور يا هانم. الكتاب اللي بيبقى فيه الاكلات بتاعت حضرتك. حاضر يا فندم، حاضر حاضر، اكلم الاخبار ينزلوا لك الزقازيق. حاضر خلاص. تحت امرك يا هانم، تحت امرك. ممكن يا هيبقى عند مين؟ في المكاتب؟ اي مكاتب، اي بياع جرايد عنده هتلاقيه ان شاء الله. ان شاء الله. تحت امرك، تحت امرك. متشكره قوي يا سيدي. ميرسي يا هانم، ربنا يخليكي لينا. يبقى اخر خطوه حطيت البصل هنا عشان اعمل بيها المغربيه. تعالى بقى اما نفلفل البرغل بتاعنا، وهنا اللحمه بتاعت الماعز او الضاني عشان الرز المبهر، يعني خدي بالك عشان ما تهيش. هنا اللحمه عشان الرز المبهر، هنا الفراخ عشان المغربيه. طب تعالى بقى نعمل ايه؟ نفلفل الايه؟ البرغل بتاعي. معلقتين زيت تفاصيلك كده مصفه، واحده واحده كده مع بعض يقدحوا عندي خطواتك كده. اروح جايبه البرغل ده وشطفاه شطفه سريعه فقط لا غير، على ما علق لك. واول ما تشطف كده مش اكتر من كده اروح مصفياه. يا عم ياسر، يا عم احمد صباح الفل. يا عم احمد يا زملكاوي يا غالي. يا صباح الفل وايد وياسمين على الشيف حسن حبيبي وحبيب الميعين. سنهارك قشطه يا زملكاوي. يا ربنا يخليك يا شيف حسن. في يعني ايه نشيط اخبار كده يا حضرتك؟ اتفضل يا عمي، احلى تحيه ليك. اهلا بكم في نشيط اخبار احمد الزملكاوي. طلبت الجماهير المصريه والدول العربيه باعطاء الشيف حسن جائزه نوبيا عالميه وتحضيره احلى اكلات الشهيه وبحركاته وابتكاراته وتفاصيله 100 100 وتركيبه بشيف في عرب واعطاء احلى هديه. شكرا يا شيف حسن. انت اللي شكرا ليك يا احمد. بقدم لك ألف تحية. ربنا يخليك يا أحمد يا زملكاوي يا غالي. ربنا يخليك يا غالي. وعم أشرف مستوايا بقى بعت لك أحلى تحية. وأنا ببعت له مليون تحية. صباح الفل وصباح البحر واسكندرانية يا حبيبنا يا أحمد. بص على طول معلقتين زيت فلفلي وشوية ملح وشوية فلفل
واجيب له ايه يا حسن؟ اجيب له كوبايه من شوربه الفراخ بتاعتي اللي جنبي دي، اكتمالا لعمليه الفلفله. اهو قدامك كده اهو، بروح جايه جايبه له كوبايه شوربه من شوربه الفراخ بتاعتي دي الجميله دي، تفاصيلك اهو قدامك، مش اكتر من كده مش اكتر من كده. وعلى ما يتفلفل يكون عندي الفراخ بدات تستوي، ادخل كل مكوناتي في بعض، وكل التفاصيل قدامك اهو، الحركات قدامك اهو، فلفليه فقط لا غير. بعد ما فلفلتيه كده اروح جايه ركناه بعيد عن النار، بعيد عن النار كده. يا ام ايمن صباح الفل يا غاليه. لا انا مش غاليه بقى، ايه رايك؟ لا انت غاليه وغاليه وغاليه. طب فين الحمام الكذاب وفين المقلوبه؟ ها حاضر، الاسبوع ده هيكون عندك المقلوبه والحمام الكذاب. طب انا تحياتي ليك والاستاذه نانسي وكل الكتل اللي عندك. بيسلموا عليك يا غاليه. ربنا يخليك. حاضر 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 حاضر. التشيكن تو كابي احنا عملناه لك قريب يا حاجه، بس انت ما خدتيش بالك. على ما يبدا الفراخ بتاعي، على الفراخ بتاعتي ما تبدا تستوي، انا كده هنا فلفلت الايه البرغل، اسيبه يركن في حله، واجيب الحله دي هنا عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل الرز البخاري. احط الحله بتاعتي على النار عشان الرز البخاري بقى. وعندي اللحمه بتاعت الماعز، بتقول لك يا تفاصيلها، بص الحركات والتكات والريحه طالعه، بتقول لك ايه؟ قدامك التفاصيل اهو. يبقى هنا خلاص ركنا المغربيه بكل مكوناتها. هنا عشان ما انتهش اللحمه سلقناها في البصل وفي القرفه ورق اللور والحبهان والقرفه الخاصة كده، جاهزه جاهزه كده. تعالى بقى بعد ما استوت كده عندي هنعمل ايه؟ اجيب معلقتين من زيت الذره، خطواتك كده كلها قدامك اهو. وبعد كده يقدحوا عندي، بجيب جزرتين اقشرهم واقطعهم ستيكس زي ده كده. بص كده عم اشرق يا عم ياسر، بص جزرتين واقطعهم ستيكس رفيع بعد ما اقشرهم وانزلهم على الزيت كده. واخد كيلو الرز البسماتي بتاعي اروح اشطفه يا اشرف يا عم ياسر على ما يقدح ده مع بعضه. تعالى نشطف الرز بتاعي زي ما انت شايف كده، واصابع الجزر في الزيت، واللحمه استوت بتاعه اللحمه الضاني بتاعتي. اشطف الرز شطفه واحده ما نقعوش عشان اعمل لك احلى شويه رز بخاري بتفاصيل وتريكات وحركات شيف حسن. تمام كده؟ اصفيه كويس على ما يقدح عندي. الزيت مع الجزر، اقلب تقلبتين للزيت مع الجزر، وحاجه هنا المغربيه لوحدها، وحاجه الرز البخاري لوحده. بعد ما دبل الجزر كده عندي كله قدامك اهو، اروح جايه منزله له الرز اللي انا شطفته، رز بسمتي مش رز مصري. وبعد كده عم حسن هتبله ملح وفلفل وبهار وشويه قرفه وشويه من الكمون، كل ده مع بعضه احورهم وانزل عليه بالشوربه بتاعت اللحمه واسيبه يختم. خد بالك من التفاصيل اهو، احوره كده يا عم ياسر كويس قوي واسخنه، واصفي عليه الشوربه بتاعت اللحمه، وادي له اللحمه واسيبه يختم التريكات والحركات لهنسها. انتظروني.